السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو كيف تبتعد عن جلد الذات. جلد الذات من الصفات القبيحة التي تجعلنا نخطئ في حق أنفسنا. عندما لا يكون عندنا الاستحقاق الذاتي نجلد أنفسنا، الأخطاء كلها نرميها على أنفسنا، مهما خطأ الشخص الثاني فنجلد ذواتنا كأننا نحن هم الخاطئون ولكن غيرنا هو الخاطئ. يجب علينا ألا نجلد ذواتنا، فجلد الذات يؤدي بنا إلى الهاوية، جلد الذات يؤدي بنا إلى الإحباط، جلد الذات يؤدي بنا إلى أمراض مستعصية العلاج. لهذا يجب علينا أن نبتعد على جلد الذات بالعطف على أنفسنا، بالاستحقاق الذاتي، أن نعطي قيمة أكثر لأنفسنا أحسن ما نعطيها لغيرنا. هذا هو الحل الذي يجعلنا أن لا نجلد أنفسنا. فجلد الذات يؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه، جلد الذات يؤدي بنا إلى أمراض. فمن الواجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وأن نعطف عليها وأن لا نهينها بجلد الذات. كلما